صباح النور. اليوم مع بعضنا باش نصلحوا اكزرسيس ماك باك 2019 شعبة علوم تجريبية. باش يكون معنا سي محمد النايلي ان شاء الله في السبورة، وان شاء الله نعدوا مع بعضنا وقت ممتع ونستمتعوا بالرياضيات الصباح اليوم ان شاء الله. طبعا سي محمد النايلي استاذ رياضيات بمعهد العرقوب بمرن. هذاك علاش حبينا نعملو تيتريزيني على الفونكسيون هذيا باش على الاقل كيلكو
كلك ربعات فيما خص الدومين ديفينيسيون، فيما خص الدومين بروبابيليتي، فيما خص الديريفي، فيما خص سيرتو التكنيك دي كالكول تاع ليميت قبل ما نبدو نصلحوا ال البروبليم تاعنا. بون بون في الكور احنا عندنا دي فونكسيون، عندنا فونكسيون اف كيف تكس اسوسي الان دو اكس، وزاد ثم اكس كيف تكس اسوسي الان دو فالور اسوسي دو اكس. نرجع شوية بلاهي الفونكسيون على دو اكس وقت اللي قلنا اللي دو دو اف يدير زيرو بلس لانفيني. ما باش نفهم لا نجي في بالي اي فونكسيون الان يكون الدومين تاعها زيرو بلس انفيني. لا سي با فري يعني لا بريف دونك سي دو فونكسيون يكون دي لا فورم الان دو اكس او بيان الان دو فالور زوج دو اكس. اش معناها الفونكسيون هذه اللي هي فونكسيون الان دو اكس دونك عندها شرط باش تكون ديفيني دومين ديفينيسيون تاعها هما ايجال لس اكس ابارتمون ار تاكو إل إكس سوا ستريكتومون بوزيتيف. بنعرف نسكو اللي الفونكسيون ألان باش تكون ديفينية لازم الحاجة داخل الألان تكون ستريكتومون بوزيتيف كيما الراسين بالضبط كيما الراسين. دونك الحاجة داخل الراسين ما تكون سوبيريور ولا زيرو، بينما دونك الفرق الوحيد هو أن إل إكس ما تكون ستريكتومون بوزيتيف. بون كيف كيف بالنسبة للفونكسيون هذه اللي هي دونك اكس كيف اكس اسوسي الان دو فالور ابسولي دي اكس ساعات ما بزيكزيست لهم فونكسيون دي تيب الان دو فالور ابسولي دي اكس. بون كهني دومين ديفينيسيون تاع الفونكسيون باش تكون هما لي اكس ابارتمون ار تيل كو شيلزم هذه الفو كي فالور ابسولي دي اكس سوا ستريكتومون بوزيتيف اور هي اون فالور ابسولي دونك البوزيتيفيتي دونك شرط موجود بطبيعته. دونك شنو هو الفرق هنا يعني شنو هو الحاجه اللي مازال il faut que y x soit différent de 0. Donc, on devait donc, quand il coule ln de y x, il faut que y x soit strictement positif. On a qu'à la même définition. Quand j'ai ln de valeur absolue de y x, il faut une fonction différente de 0. Je vais vous mettre à la même définition. Bon, on va faire quelques exemples. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner une analogie. Plus de fonction ln de y x ou ln de valeur absolue de x. هذا الاكزومبل انا باش نعرف الفونكسيون اف دي اكس اذا راك الان دي اكس بلس 5. هذا الاكزومبل سامبل لهنا باش نبدا نمشي بالك الفونكسيون هذه كما قلنا هي ديفيني سو 0 بلس انفيني نو دونك خاطر هي كانها فونكسيون كومبوزي الان ران اكس بلس 5. دونك كيس كيل فو لهنا كيل فو اكس بلس 5 الحاجه الموجوده داخل الان تكون ستريكتومون بوزيتيف. وي ça veut dire x supérieur égal à moins 5 ou encore x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins, moins 5 plus l'infini. Je vais arriver à faire quelque chose de positif. Donc, de même définition de la fonction est égale à moins 5 plus l'infini. Donc, vous regardez bien, cette fonction est égale à la fonction à l'aide, donc, sans de même définition égale à moins 5 plus l'infini. Moi, je dis que marqué est égal à 0 plus l'infini. Bon, je vais faire une fonction à l'année égale à ln de valeur absolue de x plus 5. Voilà, je vais faire cette fonction avec z la valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il m'a acheté dans l'état de l'année. Puisqu'il y a une valeur absolue, donc la positivité m'ajoute à la valeur absolue de x toujours positif. Donc, il faut que x plus 5 soit différent de 0. C'est-à-dire x différent de 5. Moins de 5. Donc, de même définition de cette fonction, on va l'intervalle pour R privé de moins 5. Chose pour deux exemples, je presse. Quoi de la forme LM de X, là, on a la forme LM de valeur absolue de X, ou chose de faire pour le domaine de définition. Donc, pour le domaine de définition, on peut la fonction LM de X, en haut, je pense qu'on va regarder le chiffre, c'est pour dire à la fonction, on joue derrière la fonction LM. Vous avez mis, oui. ماذا بيا نزيد كاين دي شونك اخرين على الاقل باش يعني باش التام معناها سي محمد المعلومه اللي لازم توصل للتام لا راهو مش ديما دوما دي ديفينيسيون دي الان فما بي دي اكس راهو زيرو بيس لانفيني صحيح مش ديما لازم نعرفوا في وسط الالان لازم يكون حاجه كيما راسي ما غاديش انا حاجه داخل الالان تكون ستريكتومون بوزيتيف ولكن هي اون فالور ابسولي وقتها ليك انها تكون ديفينيسيون
Oui, oui, bien sûr. Bon, je vais
نتصور المعلومه وصلت لتلمذاتنا اللي يسالوا سيرتو على الريزومي نتاع الكور نتاع الالان. ولا احنا عرفنا كيفاش نجم نطلعوا الدوماد ديفينيسيون. ردوا بالنا سي محمد. ناديه بن سعيد تسهل نعملوا تابلو دي سيني كان كي تولي اكواسيون سيكوند ديغري. لا تهنيد دونك تاع تابلو سيني ونعرفوها وين يكون موجود بالنسبه لل في البيان ديال البيان او بيان ديال تابلو سيكوند ديغري خاطرش نزيدو نفسروها لهنا. دونك كنت عامل فونكسيون سو سيت فورم ال ان دو اكس بلس بي كيما الاكزومبل تاع الاول الان اكس بلس 1. وقت اللي نلاحظوا هذايا دونك الموجود داخل الان سي ان بينوم دو بومي ديغري. ونعرف مسؤول ديجا على لي تيرم اللي يعرفوا في المرانين كيفاش يلوجوا على لو بيسيو ديال بينوم دو بومي ديغري كيك سوا ديريكتومون. باغ اكزومبل لو حاجه فيه مثلا كيما خدمنا اكس بلس بي سوبر ستريكتومون ا زيرو يخدم بالطريقه هذه. دونك حاجه انا اكس بلس بي تكون سوبر ستريكتومون ا زيرو c'est-à-dire ax supérieur à a moins b hein on va dire يعني عندنا حاجه خاطر عندنا يعني لازم نعمل حساب الا تجب تكون بوزيتيف ولا تجب تكون نيجاتيف. سي ا بوزيتيف x باش تكون سوبيريور على موان بي سور ا. و سي x بالطبيعه هذه تكون ا يعني بوزيتيف و سي ا نيجاتيف بالطبيعه عندها بوزيتيف. دونك لازم تكون x انفيريور على موان بي سور ا. دونك في الحالة هي باش تعطيك الـ x appartenant à l'intervalle moins b sur a plus l'infini. إيكولي؟ وي. وفي الحالة هي باش تعطيك x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins b sur a. وهيك يكون عارف قداش الفونكشن البينوم هذا يكون ستريكتومون بوزيتيف. كيك سوا في الانترفال موان باش تكون دو لا فورم موان بي سور ا بلس انفيني او بيان موان لانفيني موان بي سور موان بي سور ا. Ou bien, les gens, ou bien, bon, après je tiens à me dire, bon, je vais faire ces raisonnements, ou bien, moi j'ai dit, on peut aller dans le signe de x plus b, je vais se faire lire, bagage de la première année, à x plus b, le binôme allait, il a fait ça, il a fait le moins b sur a, vous connaissez. Donc, x, moins l'infini, moins plus l'infini, à l'unine, signe de a, قلنا بالطبيعة سين دو موان ذا. وإن فوا عملنا التابلو هذايا باش يعرف الإكس بلس بي هذيا وقتاش تكون بوزيتيف ولا العكس يعني وقتاش تكون يعني بوزيتيف كيك سوا باش تكون في الانترفال موان لانفيني موان بي سور ا وإلا في الانترفال موان بي سور ا بلس انفيني. وعادة في لي بيرون دو بوان ديغري ما نستحقوش دونك التابلو دو سيني يكفي ان تو ريزونمون كيما هكا باش نجمو نلوجو على وقتاش البيرون هذايا يكون ستريكتومون بوزيتيف. باهي حاجه اخرى نجم نفصلوا نجمو مساج بالنسبه للسؤال على يعني التابلو دو سيني. بقى وثم الحاله الثانيه وقت يكون داخل الان ان تريمون سكوندري دو لا فورم اكس كاري بلس اكس بلس سي. هذا نعرفوا بس كل سابيل ان تريمون دو سكوند degré. Nous avons fait ce qu'il faut. Il faut que ax carré
بلس بي اكس بلس سي يكون ستريكتمون بوزيتيف. وهذه نعاود مره ستريم سي بيان ستريم ستريم انيكواسيون في ستون ديغري اغلب الكلام باش نكون باه ديجا حتى من الدوزيام اني. دونك اش نعمل؟ نشوف التريوم هذا من زمان اكس كاري بلس بي اكس بلس سي بلا زيرو تبيع حسب الدلتا باش نرجع لكم اما يعني با سوليسيون والا اون سيل سوليسيون والا دو سوليسيون دو سوليسيون. اذا كان ثم بالطبيعه سي دلتا نيجاتيف بالطبيعه وقتها سيرو سي بدو ا نجم نعرف اليوم هذا اللي هو توجور بوزيتيف ولا توجور نيجاتيف. اذا كان هو توجور بوزيتيف اذا كان ا بوزيتيف ودلتا نيجاتيف دونك هذايا توجور ستريكتمون بوزيتيف. هكا ولا؟ ولا سي سي دونك باش يكون ستريكتمون بوزيتيف وقت الدومين باش يكون هو ار. اذا كان الار يكون نيجاتيف مثلا موانس اكس كاري لهنا ولقيت دلتا نيجاتيف معناها السين نتاع الكيلوم هذا الكل باش يكون ستريكتمون نيجاتيف. دونك وقتها تكون في هذه الكره تكون ستريكتمون نيجاتيف وقتها تكون فونكسيون با ديفيني بالطبيعه عشان نجم نحكوا على فونكسيون اصله في الحاله هذه. وقت تكون دلتا على زيرو كيف كيف لهنا نعرف الناس الكل اللي نعملوا التابلو دو سين نتاع اكس كاري بلس بي اكس بي سي دونك سالمين في بالطبيعه هو سالمين في اكس يعني في فالور راسين دوبل اكس بريم دا اكس لون باش يكون كيف عندنا لي سين دو بار هنا يكون بوزيتيف في الحاله نفس الحكايه. دونك باش تكون وقتها الدومين هو دونك بون في الحاله هذه كانت مثلا شويه يعني نقاش على الكل سي دي تاي سي دي تاي بلا زيرو معناها الفونكسيون هذه سانيل واحد يقول لي ليش في الحاجه اللي داخل ان سانيل با دونك كيس تكون ار بريفي دي سيت فالور فاهمين. واذا كان توجور نيجاتيف بالطبيعه مش نحكوا على بما ديفينيسيون هذا الوقت الفونكسيون با ديفيني اصلا الحاله يعني بالنسبه للتا تكون اللي هي ديما موجوده في اكثر الاحيان هي وقت تكون دلتا بوزيتيف. وقت تكون دلتا بوزيتيف بالطبيعه على تابلو دو سيني نتاع اكس كاري بلس بي اكس بي سي دونك باش تكون عندها دو سوليسيون اكس بريم اكس لون ايطالي وي دونك باش تكون لنا سين دو ا سين دو موان ذا لهنا سين دو ا سين دو ا وعلى ضوء التابلو هذايا وعلى التمييز التريوم هذايا وقتاش يكون بوزيتيف باش تكون لنا في الانترفال اكس بريم اكس لون لهنا ومنها موا ومنها موا وقتها باش يكون الدومين هو الانترفال اكس بريم اكس دون دوفير نحو الكاي تاع زيرو بالطبيعه. والا تكون في الحاله هذه تكون هكذا وقتها بالطبيعه وقتاش الدوم هذا يكون ديفيرون زيرو وقتاش يكون بوزيتيف ستريكتومون بلوتو بلوس اكس ابارتون الانترفال موا لانفين اكس واكس دون بلوس لانفين. دونك باش ما ندخلش باش تفاصيل المفيد نعرفوا السين تاع الحاله الموجوده داخل الفونكسيون فقط رمارك بسيطة يعني بلاهي رمارك باش نعمل اكزومبل يعني مثلا كي تكون عندي فونكسيون كيما هكا الان اكس كاري بلس ان ساعات نبدو حاجة كيما هكا دونك هذه مثلا نعرف الناس كلها هذه حتى من غير تابلو دو سين اي تلميذ ينجم يعرف الكونتيتي هذه اللي توجور ستريكتومون بوزيتيف هي ديجا نسميه جامي هكا ولا. دونك في الحالة هذه وقت تكون الكونتيتي اللي داخل الان نعرفوها اللي هي ستريكتومون بوزيتيف وقتها نوضع الدومين باش يكون توتال هكا نصور يعني فكره على كل كيفاش ندوجوا على الدومين ديفينيسيون تاع فونكسيون وهو في كل الحالات يعني في كل الدومين بالنسبه لخاصه في السوجي تاع الباك وقت تكون الفونكسيون فيها اشكاليه في الدومين ديما نعطوهم الدومين ديفينيسيون بالطبيعه باش يبعدوا على اساس انا باش يخلص كل عقل يعني نجم تخدم. يا نادية كيف تكون الدلتا نيجاتيف نشوفوا الا اذا كان الا بوزيتيف دونك الدومين بتاعنا يكون توتير اذا كان الا نيجاتيف دونك ليكزيست الان فونكسيون اكزيست با وما ينجمش يطرح علينا يا تكون سنرن ولا تكون مستريبت مو بوزيتيف بون باش نواصلوا في الرابيل على الفونكسيون الان دو دي اكس والان دو دي فالور سو دو دي اكس علاش نبدا هذه خاطر في البرنامج الرسمي تاع الباتريك موجودين زوز حسب الفونكسيون موجودين يصيروا يحكوا عليهم ديجا في الكل شعبوا عنهم كذا يعني سي دي فونكسيون تاع حكينا على الدومين ديفينيسيون تاع الان دو دي اكس و
الان جاب راسه اكس. خلينا نحكوا حاجه اخرى على حاجه اخرى مهمه برشا اللي هي ديريفابيليتي. نعرفوا بس كل اللي راح يعطيني فونكسيون سو سيت فورم بطبيعه باش نطلب منه الجد نتاعها. دونك باش نعملوا سون دومين ديريفابيليتي فونكسيون كيما هذه ما قدرش تكون ديريفابل خاطر احنا بالطبيعه اللي كان عندي فونكسيون كيما هذه راه مطالب بالاكتريم. دونك مطالبين باش نحكوا على وقتاش انها تكون ديريفابل. دونك شرط هذه التيوريال كيف كيف موجوده في الكور باش تكون فونكسيوناليه اللي ديريفابل بجوج شروط. الفوق ال اكس سوا ستريكتومون بوزيتيف والفونكسيون الداخلانيه اللي هي ال اكس اكس تكون ديريفابل. اذا كان سي دو فونكسيون متوفرين راهي الفونكسيون هذه اف اللي هي اكس كيلو اكس اسوسي ال ان دو ال اكس بالطبيعة هي ممكن تكون اي اكس يعني بوزيتيف كيك سوا اكس ابارتون على انترفال اي دولي بالطبيعة. دونك الفونكسيون هذه اي ديريفابل سور اي سور انترفال بالطبيعة معناها سي محمد لي دي كونديسيون هذا باش يقول ورا الفونكسيون ال ان اي اكس ديريفابل صحيح باختصار حاجة سابقة معناها باختصار باختصار بالله ركزوا شوي على الخصم يعني البكالوريا ركزوا شوي على الكونكسيون راي راي مهم برشا يعني حتى في الكونكسيون ركزوا برشا على الكونكسيون. دونك قد ما تكون الكونكسيون الريداكسيون تكون واضحه قد ما تكون عندك يعني امكانيه انك تاخذ العدد بتاعك كامل. في حاجه دونك اللي قاعد تعمل فونكسيون كيما هكا باش يقول لك المطلوب هي ديريفابل تثبت في حاجتين ان الفونكسيون هذيك تكون ستريكتمون بوزيتيف وانت هذا تكون خدمها تبلع في الدومين ديفينيسيون تكون حاضر عندك يعني الدومين اي هذا والفونكسيون اي دي اكس تكون ديري ديريفابل فونكسيون داخل يعني الالان. وبالطبيعه اذا كان سو دو كونديسيون متوفرين الفونكسيون الان اي دي اكس ديريفابل سور سور اي وبالطبيعه وقتها باش يشوفوا منك الكالكيل دو ديريفي كيلك سوا اكس ابارتمون ا اي الانترفال اللي خدمتي بالطبيعه اف من دي اكس اف دو اكس ايجال هي الم دو اي دو اكس بريم اللي هي اي بريم دو اكس سير اي دو اكس. هنا كيف كيف رمارك اخرى بالله خاطر الكلام ده تعاود دائما دي اللي انت على الان قداش؟ فوالا هي يجي يخدم ديما انسير يعمل ديما انسير اي دي اكس مثلا صحيح يقول لي ديما مثلا هذه ال ان دي اكس يعملها انسير انسير اي دي اكس نو سو با فري. دونك ال ان دي اكس بريم هي اي بريم سو اي ديجا معناها برشا الكلام هذايا ورد بالنا منها الحمد لله هي ديجا هذه يا سيدي يعني هي حاله خاصه حاله خاصه هي كانها شنو يعني كانها اكس 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 اللي هي بالطبيعه انسير يعني انسير اكس فاهمين يعني ياخذها اون جينيرال خلي ما ياخذها ال ان دي اكس على انسر اكس ال ان دي اكس بريم هي انسر اكس بينما ان ال ان دي اكس فوالا اما مش نحكي على كومبوزي خاطر نحكي بعد نحكي عليها هي كان فونكسيون كومبوزي هذيك فوالا ال ان روحي دونك هي او بريم فونكسيون داخليه على الحد سي تري سامبل. خلينا ناخذ اكزومبل تاع بكري على الاقل باش تكون الامور واضحه مثلا باش نخدم احنا ال ان دي شكون ال ان دي اكس بيسان حتى ال ان دي اكس ال ان دي اكس بيسان بريم باغ اكزومبل فونكسيون هذيك بينها ديريفابل سور مال سور مواصلات سور كاري مش خير نحضر كاري نحضر كاري ناخذ ليك سو كاري بي 5 سو كاري بي 5 خير خلطتي هيك انا سكت على خاطر مش نهار بعد يعرف الدور تاع ايه الدور تاع ايه ليك سكاري بي 5 اللي ديريفابل يعني ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف دونك اللي كان تطبق الفورميل هذه اللي ديريفابل سي تاعو تيجي تاعها اكس كاري بي 5 بريم 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 سير اكس كاري بلس 5 اللي هي ديفيد اكس كاري 2 اكس بلس 5 0 سير اكس كاري بلس 5 ما هيش انسير اكس كاري بلس 5 بالطبيعة وسهل ماهيش حاجة بس تستنى حاجة بس هذه هي الديفيد بتاع الكومبتي هذه على الكومبتي نفسها دونك سي 3 سي 3 5 بارانالوجي خلينا نحكوا على وقت تكون عندي محل مستبعد شوية محل لكن الشيء لازم الجميل يعرفها كي تكون عندي فونكسيون دو فورم ال ان دو فالور سو دي دي اكس الشرط تاع الديفا بريتي كيس كي فور هنا دونك il faut que il x soit différent de 0 هو الشرط تاع البوزيتيفيتي تاعها والفونكسيون x كالكيكس اسوسي دي اكس
et bien, x sur x appartenant à une donnée est dérivable sur une affichette. Donc, le LM de x, il faut que x soit strictement positif dans la proportion différente de 0. Qui est le cas de la chose? Il y a une fonction à dire, il y a x qui est de f, qui est de x associé à LM de valeur absolue de vide de x et dérivable, dérivable sur x, où le dérivé de a, ln de 1, ln de valeur absolue de vide de x, prime, prime, vide de 9h, et prime de x sur vide de x, 9h, fournit un vrai hache. Donc ln de vide de x prime, ou ln de valeur absolue de x prime, ça va quand même toujours et prime sur x. هذا ما يخص يعني الكالكيل ديريف. بالنسبة للتحقق بين التور أنا ما زلنا ما بديناش الإكزرزيز حبينا نعمل في الأول ريزيمي للفونكسيون ألان حتى كان فاتكم شوي من بعد كي نعاودوا الفيديو نعاودوا نتفرجوا على الفيديو من الأول ونتبعوا بشوي بشوي دونك حاجات بسيطة يلزم شوية توشيك هكا بتاع معلومات وبحول الله الأمور تكون لاباس شوية أخر إن شاء الله نبدأ في الإكزرزيز ننتظروا في التساؤلات متاعينكم مرحبا بكم في كل وقت اليوم سيدي محمد النيلي اللي هو استاذ معهد العربوبي مرسي.
يعني مرحبا بالجميع وان شاء الله موفق للناس الكل. كالعاده ونعرف ذكر اللي التحق بينا الان، حاولوا لكم انتم تبرتجوا لماكسيموم الفيديو باش ينجم يوصل لاصحابكم، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت بالكده بالكده. الحصه هذه هي خاصه بتلاميذ البكالوريا. واللي نجم التلميذ يعرفهم اللي هما بالنسبة لـ x تنفذ 0 بلس دو ألان دو x
اللي هي ايجال مو على فيني ليميت اكس كونفير بلس انفيني دو ال ام اكس اللي هي تعطينا بطبيعه بلس انفيني عندنا زاد ليميت اكس كونفير بلس انفيني دو ال ام اكس اكس اللي هي طن بزيرو وهذه هي الزاد بطبيعه نجم نتذكر اللي فونكسيون الان ادمين برانش انفيني بارابوليك ديريكسيون اي باش يعرف اللي كان هذا لا فورما في اكس اكس مقطوم بالزيرو على خلط مش بالنسبه اللي ينسوها عندنا زاد ليميت اوف اكس طن بزيرو بلس دو اكس ال ام اكس اللي هي طن بزيرو فوالا بون حاول تكتبهم كل دلوقتي مش على الاقل نجموا نحكوا عليهم كل فوق عندنا زاد ليميت لوسك اكس كونفير بلس لانفيني دو ال ام دو اكس على بيسونس ام سو اكس على بيسونس ام افيك ام ام سون دي سونتي اللي عادية ايكال زيرو تلاحظوا عندها نفس الفورم تاع ال ام دو اكس اكس بلس لانفيني طوندا زيرو طوندا زيرو دونك على تكون حتى ال ام دو اكس او كاري ولا اكس على بيسونس 5 دونك ديما كونفير زيرو حتى ساعات حاجه يعني كما هيك دونك هذه عندها علاقه كبيره مع هذه وعندنا زاد ليميت بلس اكس تنفير 0 بلس دو اكس على بوسونس ام فوا ال ام دو اكس على بوسونس ام يعني زاد تنفير 0 كما هذا البلاس دونك الوقت نزيدوا البوسونس لهنا ولا ال ام دو اكس على بوسونس يعني سي محمد البويسونس مش بالضروره يكونوا كيف كيف مثلا هذا كي اكس قوه 5 فلان دي اكس قوه 3 باغ اكزومبل ني دي اكس كاري فوا لان دي اكس بويسونس 3 دونك هذه كونفيرسيرو فوالا ام ميم سون دي زونتي يعني دي اكس بويسونس ام فوا لان دي اكس بويسونس ام خاطر باش يحكوا جيست لهنا تجيو حاجه في هكا دونك يا بوشيريه محمد سؤال معناها الاكس البويسونس معناها في الالان تقول على الالان دي اكس معناتها كامله ولا جست على اكس بل؟ الناس يزيد في الصحه هذه ملاحظه الحاله هنا لازم نردوا بين انه هو صح الان دي اكس على بويسونس ان على بويسونس ان اللي هي هذه باغ اكزومبل فوالا الان دي اكس على بويسونس ان مش نفس الحكايه هذه يعني مثلا فورمي في الفور اللي هي ام تخرج ام فوا ال ام اكس دوبك هذه اللي راح هي دونك هذه دونك ال ام اكس بتو على بوسونس ان بينما هذه بوسونس بوسونس اوسكار الاكس على الاكس اللي نحكوا عليها في الفورمي بتاع الديريفي بتاع الليميت بتو هي هذه ال ام اكس بتو على بوسونس واللي هي الكفاءه بطبيعه الحال يعني هي فيها قاعده وهي الكفاءه ساعات تلمنا اشكاليه اما هي فيها قاعده موجوده معنا صحيح هذه حتى مستهدفه ما حدش يوجه انا مع هنا ليميت بلس اكس فون فير بلس لانفيني باغ اكزومبل دو ال ام دو باش نعطيكم حاجه كيما هذه مثلا ال ام اكس على بوسونس ام سور اكس على بوسونس سور اكس باغ اكزومبل ولا مثلا ناخذ اكزومبل الواضح باش تكون اوضح ال ام اكس على بوسونس 3 سور اكس ماهيش ماهيش على ام اكس تو على بوسونس 3 يعني جبت هذه هيك كلها على بوسونس 3 طبعا على هيك فوالا واللي كان زيرو بون اللي كان عندنا على ام اكس على بوسونس 3 هيك بوسونس في الاكس دونك وقتها تكون ليميت في البيس لانفيني تطبق الفورميل هذه تعطي 3 جي دونك 3 فوا ال ام اكس سير اكس وقتها ال ام اكس سير اكس عندي بقى فورميل حاره في الكود هذه هذه طن فير 0 0 فوا 3 دونك ايكال 0 طن مازال لنا دو زوتر ليميت في الفونكسيون علام اللي بينا يعني نحكوا عليهم خاطر مستعمل برشا اللي هما ليميت لوس اكس طن فير 0 دو ال ام دو ام بلس اكس سو اكس طن هذه مش مستعمل برشا هيك لازم تبدي عارفها هي طن فير نعاود على الليميت ولا كل موجودين في الكور معناها التلميذ عندها الحق يستعملهم ديريكتوم في شي حاله من هذه نجم نحط ديريكتوم اه يعني ما ثم حتى اشكال دي واخر ليميت هي ليميت لوس اكس بان فار ا دو ال ام دو اكس سو اكس موان زان هذه زادت بان فار ا زوز خانين
ما نحبش نقول مستبعد البلشة، لكن ما مش مستعملين كلمة لزات الأقليمية. برضو ما تلاحظ هنا عندنا كلاسيكال الجملة كلاسيكال البلشة ويكلي مخصوص يا ابني هو سهلين على فكرة طريقة الحفظ هناك. بالنسبة للبريمير ليميت إلى الديزاين ليميت نجم ليميت يعرفها من الكور بتاع الفونكسيونيل في الزيرو بليس تون فير ولا انفيني في البليس لانفيني تون فير بليس لانفيني. هل هي الان اكس اكس تون فير زيرو يكفي انا تمني ذكر ان الفونكسيون الان عندها برانش بارابوليك بريكسيون اي معناها كان في اكس اكس تون فير زيرو اكس الان اكس تون فير زيرو وهذا كما حكينا دونك بالنسبه للتوبيك. بالنسبه لل لكن انا حاجه بدايه حاجه شفت عليها ابار زوز لونين Mais si c'est votre limite, on a une condition de forme déterminée. On a fait le calcul de limite. On a des étapes complètes. La première étape complète de limite, il remplace. Alors, le x, que ce soit le plus infini ou le plus 0. On joue le calcul directement à la marée d'échelle. Il a fait une forme déterminée. On a fait le salaire de l'autre. نعم هذا اسم محمد المرد باهي خاطر فما لاندا ساعات يمشي ديريكت ماشي في بالها ان هي فورما ديترميني لا يعمل تلكيل هو ما يسالش يعمل تلكيل ديريكت ومن بعد يشوف معناتها اسكو هي فورما ديترميني ولا لا. هلا حبينا نحكي عليها هني ثم يعني مشكله كبيره لي فورما ديترميني موجودين شنو هما؟ هما كاتر فورما ديترميني ما فماش غيرهم. انا كاتر فورما ديترميني لانفيني سو لانفيني 0 سير 0 0 سير 0 0 فوا لانفيني 0 فوا لانفيني لانفيني موا لانفيني ولانفيني موا لانفيني صحيح ليس موا لا هذه يعني مشكلة كبيرة عند الكلام ده يعني يلزم نعرف الفورم ديترمين خاطر راه ماهوش أي إشكالية ماهوش من نلقى مشكلة في الليميت راهي ثم فورم ديترمين لا علاش؟ باش نعطيكم كيف اكزومبل مثلا هذه عندكم لانفيني سير زيرو لانفيني سير زيرو بون معناها احنا ماتيماتيكمون ما علاش نعطيك بحاجه هكا لكن جست باش نفسروا بها لانفيني سير زيرو باش كان يلقى حاجه هكا يمشي في بالهم اللي هي فورما ديترمين اور نو كيفاش هذه كانها شنو؟ كانها لانفيني فو ان سير زيرو كانها لانفيني فو ان سير زيرو بطبيعة لانفيني افيك لو ريجل دو سين بلوس ولا موان لانفيني فوا لانفيني اون اتيزون لو ريجل دو سين باش تعطيك لانفيني بلوس ولا موان دونك لانفيني سير زيرو ماهيش فورم ديترميني هكا ولا او مثال هذا اكزومبل مثلا نعرف الناس الكل عندي ميتر في اكس تون فير بلوس لانفيني دو ان دو اكس سور سور اكس اللي هي اللي كنت نحكي عليها تو يعني في الريزومي هذه طون فير زيرو بون هذه حاضره فورمي في الكور ما عندي ما عندها حتى اشكاليه جوست كان نبدل اكس طون فير زيرو بلس كل المشكله هنا ليميت دو الان دو اكس 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 طون فير زيرو بلس نعرف الان دو اكس في زيرو بلس طون فير كوا طون فير فير موان لانفيني وي و اكس طون فير زيرو بلس دونك فونكسيون هذه جوست بدلنا الفالور دو اكس طون فير زيرو بلس ولد لا فورم لانفيني سير زيرو اللي كنت نحكي عليها تو هذه مشكلة ما تشدش كانها موان لانفيني فوا ان كانها ان سير زيرو بلس يعني كانها بلس لانفيني كان موان لانفيني دونك كنت بان لانفيني سير زيرو راهي ماهيش فورم ديترميني او اكزومبل يعني حاجة أخرى زادة زيرو سير لانفيني ماهيش فورم كان ديترميني كيف كيف كانها زيرو فوا شنو هو فوا ان سير لانفيني كانها زيرو فوا زيرو هي زيرو دونك كنت بان دونك مش ديما راه ثما فورم اللي تاني هكا بس مش حاجه اخرى اللي تنجم تكون اللي هي دونك عندنا وضع الساعات اللي تعرفوا مثلا طبعا هي المفيد المشكليات ايوا عندك حاجه اخرى اسمها برشا اللي هي هذه اللي هي برشا تاني ما فيهاش اشكاليه لا في نيف ولا في نيف لا في نيف ولا في نيف لا في نيف اون اوتيليزون لو ريكل دو سين دو سين وأبحث في فورمة التجميل لا في نصف لا في زيرو سير زيرو لا زيرو فور لا في لا في موا موا لا في ديجا سميت كانت رجاء يعني بالله بشوية من يعني الرسمي بون أبار لا في ميل جديد لا في زيرو لا في يوم لا
دي فورم ديتيرمين هذه الالم. الالم دي اكسريس بتسافيني، الالم دي طبعا بتسافيني، وهذه طبعا بتسافيني، دونك هذه لها فلوس بتسافيني. اكس فوالي دي اكس 0 بلس اكس طبعا 0 والالم دي اكس 0 بلس طبعا ولا فيني، دونك الفورم بتاعها 0 ولا فيني. دي فورم ديتيرمين كيف كيف هذا الكل سون دو يعني دو فورم ديتيرمين. دونك ردوا بالنا وقت اللي باش نحسبوا ليميت لازم اكس طبعا فير une valeur quelle que soit avec la ln ou plus infini ou la 0 plus, il est qu'un femme halle accepte directement, on accepte directement l'infini sur 0, 0 sur l'infini, l'infini fois l'infini. Il est qu'un guinan halle de la forme l'infini sur l'infini, 0 sur 0, 0 fois l'infini ou l'infini moins l'infini, c'est-à-dire la somme entre plus infini ou l'infini. وقتها راهو ثم فورم ديتيرمين اي باش نعملوا وقتها اللي هو زياد الباهي وسيد الباهي وقت نلقوا هما ثم نعاودوا لا يكون ثم جزء تاع التمرير يعوض اكس اللي كنت تحسب ديريكتومون يحسب ما تتحسبش يتعدى للمعنى الثاني اللي هي شنو هي بالطبيعه اش معناها في الوقت اللي فورم ديتيرمين يعني انا ديتكتي ان فورم ديتيرمين متمكن مليح باش نجم نعرف شنو هي الفورم الثانيه المطلوبه. اذا كان ثم فورم ديتيرميني شو يعمل وقتها؟ عند هذا السيس ليميت هذا اللي نحكوا عليه موجود مش يعملوه. والا اذا كان ما لقاش حاجه ديريكتومون باش من السيس ليميت شو يعمل وقتها؟ ثم ديتيرمين دو كالكول يعني دو كالكول نقوم بهم شنو هما؟ اللي هما مثلا نخرجوا اكس فاكتور والا نعملوا ديفلوبمون والا نقسموا نقطه فونكسيون اللي كانت تكون سو فورم دا فاهمين؟ هذا خاص بالنسبة للليميت تاع الفونكسيون ألان دو إكس. بون، بعدنا شوية ما حاجة على الحاجة اللي هي حبيت نحكي عليها هذه، باش نفصلوا في المهدي. وي. هذا رد بالنا منها مليح. اللي حكيت عليه هو الليميت دو ألان دو إكس. اللي حاجة فيه دابا هو وقت نحكي على الميت دو اكس فون فان ا تنجم تكون انفيني ولا انفيني دو ال ام دو اكس. بون هذه مشكلة هذه ردوا بالكم هذه وقت نقولوا وقت نقولوا الميت دو اكس فون فان ا دو ال ام دو اكس هي هذه الفونكسيون اللي كانت تلاحظوا فيها هي بانها الميت دو اكس فون فان ا دو ال ام شو معناها ال ام دو اكس؟ يعني ال ام رونك دو اكس يعني كانها فونكسيون كومبوزي كومبوزي و الكلمه البكالوريا يعرفوا هالفونكسيون كومبوزي اللي هي يعني توصل حتى الجالكتر شوي من اللي عندهم على طول عام يقراها فونكسيون كومبوزي هي فيها اشكاليه كبيره شوي في الكلام بتاعها عندها اشكاليه في 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 الديفينيسيون بتاعها عندها اشكاليه في الميت عندها اشكاليه في يعني في الديفابيليتي في الديفابيليتي اكسترا دونك اغلبيه الكلام اللي جنبوها انا حاضر نحاول نبسطوها لكم فيما يخص الليميت الان في الاكس ونحب نحسبوا الليميت بتاعها دونك الفونكسيون بتاعها هنا بطبيعه الامر يعيننا ليش باش نحكوا على تيوريم موجوده في الكور اللي هي يعرفوها بس كل ليميت دون فونكسيون كومبو كومبوزي سي تريز امبورتون بلاهي سي المهدي هذي حبيت نضيع شي وقت على الاقل باش تكون يعني واضحه ليميت دي فونكسيون يعني كومبوزي ثم تيوريم موجوده في الكور اللي هي بالطبيعه باش تحسب ليميت لوست اكس فون فار ا دو اف رون جي دو اكس اش نعمل نحسب ليميت ولا سي ليميت بلس اكس فون فار زد فالور في الاعلى هذيك المطلوبه هو مثلا يطلب الليميت في الاعلى بلا فون جي دو اكس دونك اون شيرش ليميت دو اكس فون فار ا دو جي دو اكس دو جي دو اكس خاطر تقول بلا فون جي دو اكس انا الفونكسيون تاع المخروب هي جي نحسب الليميت تاع جي تاع الفونكسيون هذي وين في الفالور دومين في الاعلى اش تعطينا؟ تعطينا بي باغ اكزومبل مثلا نحكي على الكور على التيوريم في الكاش جنرال هذي اي سي ليميت دو جي دي اكس في الار ايكال بي نمشي نحسب شنو نمشي نحسب ليميت دو اكس طون فير لا فالور تروفي اللي هي بي تاع شنو تاع اف باش تبدا يعرفوها فار زون اون تروف تاعي ليميت في ان اف باش تكون انفيني ولا
ار والبي اوربيتال اللي يجب يكون في او وانفيني. في جذر اكس ليميت جذر اكس في الار اونفير بي وليميت اف دي اكس في البي اونفير ال راهي ليميت دو اف بران جذر اكس في الار اونفير ثاني يقول لك وبالطريقه هذه نبعدوا حتى على حكايه شانجمون فاريابل اللي هي ما نقولش مش مقبوله لكن نحاول نتحاشى شويه حتى في الكوركسيون تاع الباب مش مقبوله برشا الشانجمون فاريابل نحاول ديما نخدموا بفونكسيون كومبوزيت اش معناها هنا؟ نرجع لله معناها في الكام تاعي هنا وقت يطلب مني باش نرجع الالام الالام الميت الالام اللي هي قلنا كومبوزيت شنو نعمل هنا؟ يمشي تبني يحسب ليميت تاع فونكسيون اي وين في الفالور ا هذه بار اكزومبل تاع بي ويحسب ليميت تاع شنو تاع الالان في البي في البي تاع الالان اكس خاطر هي كانها الكومبوزي تاع الفونكسيون الان اكس اللي هي اف رون ال اكس بار اكزومبل هنا تاع ان دونك وقتها باش تعطيه نتيجه باش تعطيها اللي هي إيجالا إيجالا إن إيجالا إن بون قبل ما نكمل طولنا شوي في الجزئية ولا حاجة سميت خلينا ناخذ يعني إكزومبل هنا باش على الأقل نكونوا بالخير باش نسحقوهم بعد في الكالكيلتور اللي تاع الفونكسيون باش نصلحوا هذيك ممكن باش نفصلوا ولا نشوفوا سبب الأخرى سميت دي مساج الفصل كنت تحب مساج دونك ظهر لي وصلت المعلومه لتلميذاتنا يحاولوا يراجعوا الفيديو بشوي بشوي ويحاولوا يطبقوا القواعد نتاعينهم ظهر لي سي محمد ما ثماش حاجه صعيبه ياسر يعني جيس يابليكوا القواعد وكاو يردوا بالهم نعم معناتها الالكترون هي ليست فونكسيون كومبوزي معناها جست لازم يكون فونكسيون كومبوزي كيفاش نعمل كالكيل ديال ليميتوس اكس اونفر ا دي ال ان اي دي اكس في اي دي اكس نعم الالكترون هذه راه الميثود المعموله بها الكوليكسيون دو باك يعني حاولوا انكم تكونوا تبعات كبير بكثير. بون باش نحاولوا ناخذوا كيلكس اكزومبل باش على الاقل نكون فيكسي لي زيدي على سي تكنيك دي كالكول مثلا مع ناخذ اكزومبل سامبل يعني ناخذ ليميت لوسك اكس تونفا بلوس لانفيني دو الان دو اكس بلوس 1 مثلا C'est un exemple simple. Bon. Je n'ai pas de fonction composée. Donc je n'ai pas de jour. Et qu'elle a la fonction ln de x rond x plus 1. Donc là où je vais aller, lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1, il y a plus l'infini. ونمشي نحسب ليميت لوز اكس في الفالور تروفي هنا اللي هي قداش بلس لانفيني دو شنو دو الام اكس اللي هي نعرف حكينا عليها هذيك اللي هي بلس لانفيني اش معناها دونك ليميت دو شاطين هذه معناها ليميت في البلس لانفيني دو الام دو اكس بلس 1 ايجال بلس لانفيني بون يعني بالله ما تستفزش بنت انا ريت لما يمشوا بالحفاظ مش معناها يحفظوا اللي يقولوا لهم ديجا اذا كان عندكم الام بحاجه والحاجه هذه طونفا لانفيني راهي كلها طونفا لانفيني برشا في البوس لانفيني نحكيها ولا سيزيام برشا تلام يحفظها مثلا هذه الام تاع كومبيتي الكومبيتي هذه طونفا لانفيني لانفيني دونك كلها طونفا لانفيني صحيح هذيك لكن نهار اخر في الفاكسيون تاع الباك راهو انت حاول انك تقنع السيد باش يصلح لك يراني علاش الفونكسيون دونك لازم نطبق لها الليميت تاع التيرام دو فونكسيون كومبو كومبوزي كومبوزي خلينا شكون نحطها ديريكتومون بون اسا فوالا نهار اخر نجم ما تتحسبش صحيحه دونك مالا بينا نقوم بالريداكسيون ناخذ اكزومبل اخر مثلا هنا مثلا الليميت لورس اكس تنفير دو بلوس مثلا دو الان دو اكس موان دو مثلا طبعا عندنا فونكسيون كيما هيك الان دو اكس موان دو هذه هي العاوده كما حكينا بدري اللي الدومين تاعها اس كيل فور سوك اكس موان دو سوك اكس موان بوزيتيف
يعني اكس سوبرير 2 يعني اكس كونفير اكس ابارتيان دو فال دو بلس لافيز باش مش نحكوا ليميت دو بلس دونك انا فونكسيون كومبوزي اف رونجي باش نعمل نحسب ليميت دو شو دو اكس موان 2 وين اكس كونفير دو بلس حاجه اخرى غير مهمه ماهيش احنا متعودين في الفونكسيون الان توت ليميت ما يكونوا في الزيرو بلس صافي في الفونكسيون دو لا فورم الان دو بلس راه مش وحكينا بكري ان الدومين باش نتغير يعني مش نكون ا بلس لافيني ا مش بالضروره زيرو دونك مش نحكوا على ليميت مش نفس الزيرو بلس لافيني في الدو ولا في التوا ولا في الموزان اكسترا دونك ليميت في ليكس بوان 2 في 2 بلس دونك هذه قداش لو با بلاس بار 2 زيرو تعطينا بالطبيعه زيرو هاي شو طبقوا الطريقه نتاع ليميت تاع فونكسيون كومبوزي طون فير زيرو وليميت تاع شنو لوسك اكس طون فير زيرو بلس اكس لا مو علاش هذه المحل ينتهي هذه وقت نعمل تابلو دو سين تاع اكس موان 2 سامير في 2 دونك بلس موان في 2 بلس تعطينا زيرو بلس دونك ما عنديش الحق باش نتبدل هذه ماتيماتيك مغالطه ما نكتبوش طون فير زيرو بلس نقولوا طون فير زيرو افيك يعني اكس افيك الفالور هذيك اللي هي بطبيعه تكون صغيره برشا تكون اكبر من الصفر دونك نحسب مش نحسب اللي تفسر بلس تشرب دو الان دو اكس علاش قلنا خاطر ني طون فير زيرو بلس واللي هي شنو هي هذه فورميل في الكور حاضر اللي هي موان لانفيني اش معناها؟ معناها اللي في دو بلس دو الان دو اكس موان دو ايكال قداش؟ موان لانفيني انا سي محمد وقت لقينا زيرو معناها التلميذ بعث لي يعمل ليميت في الزيرو برك ما يعملش زيرو بليس يعتبر غلط. لا مش غلط لا هي هو حتى هيك مقبوله. مقبوله علاش خاطر نعرف نسكون لي فونكسيون على ديفينيس زيرو بليس على التلميذ ما نجوش نحكوا على زيرو نوار. دونك حتى كان كتب زيرو ما فيش اشكاليه هذا ما عندها بروبليم لكن بالتاكيد لهنا علاش زيرو بليس خاطر اش معناها هي زيرو بليس؟ معناها اكس تاخذ فالور اكبر من دو بشويه باغ اكزومبل دو فيرجول ا. دير في الكلام ما تجينا زيرو في الكلام هذا حاجه جدا للزيرو هذا هو علاش زيرو زيرو بلس محمد اللي قلت هيك ليميت دو دو بليس دي ال دي اكس موان دي ما اسموش نكتبوا اكس طون فير دو بليس مثلا ساعات احنا مستحسن ساعات في البكالوريا مستحسن مستحسن نكتبوا اكس طون فير دو بليس ساعات طالما مثلا في ساعات التدريب مثلا في ريفيزيون ولا حاجه نجم باش ما يعرفش حاجه غير من نوصي عليها الكلمه هي اللي ساعات الناس فوالا يعني نحاولوا نصعبوا شويه الدواء باش ناخذوا اكزومبل اخر اكزومبل سيب شويه في خاطر ما فيهمش فورم في الميني هما بين الفورم في الام دي اكس دونك باش ناخذوا اكزومبل دواء مثلا باش ناخذوا ليميت لوسك اكس طونفير شوف مع مليح باش ناخذ اكس طونفير بلس لافيني مثلا دو الان دو اكس كاري بلس 3 سور اكس كاري بلس 3 مثلا نشوف مع مليح هذيا طب هنا كيف كيف هذيا خصك تنفورم ديتيرميني على خاطر هيك كنختار عندها باتون دو فير بلس لافيني وهذه باتون دو فير اللي هي الفونكسيون بتاعي هذه الالم دو اكس كاري بلس 3 سو اكس كاري بلس 3 باش نحاول نكتبها كانها اف رونج كانها اف رونج دو اكس حتى هذه باش تبدا ما عندهمش حاجه باش يحولوها في الفورم دو فونكسيون كومبوزي باش نحاول نكتبها اف رونج اش معناها اف رونج معناها اف دو جي معناها كانها اف دو جي دو اكس معناها بلغه اخرى اون فارون بلاستيك جي دو اكس dans l'expression de f. Vous comprenez? Ben, les mêmes choses sont les mêmes. X et m, et n'a qu'à x carré plus 3, ou x carré plus 3, ou t'as un jour, le grand x. Vous comprenez? Maintenant, c'est fait. Oui. Je m'en ai. Maintenant, il y a une fonction, je m'en ai.
واحدة باش تكون إكس كاريه مستوى والأخرى باش تكون شنية هي ألم دو إكس و إكس إكس كاريه مستوى دونك فوا كو فونكسيون عاش إكس نجم نكتبوها إف أون جي دو إكس أفيغ إف دو إكس أفيغ جي دو إكس شنية جي هي إكس كاريه مستوى و إف دو إكس يقال لك قداش ألم دو إكس سور إكس لوست إذا كان نحاول نعرض الجي اللي هي هذه كلها في الإف في بلاصة الإكس حطوا إكس كاري بلس تو واي باش تطلع الهاش باش تطلع الهاش دونك نوتر فونكسيون كأنها شنية كأنها إف أو جي دو إكس دونك لازم محمد بعد ما قبل ما تفسر حكايتي أن موسى مرحبا بك موسى تسرع على ميكروس اكس بون بير 2 حسب كتبتي انت يا موسى اللي كتبتي دو موا هي راهي دو بلس نجم تقول هذا السيماتيك يعني هي ميكروس اكس بون بير دو بلس دو بلس مش دو موا دي انا دي اكس موا على خاطر علاش دو بلس على خاطر نظر دومين ديفينيسيون سي محمد هو دو بلس لانفيني دومين تاع الفونكسيون هذه هو الانتروال دو بلس لانفيني ديجا ما نجموش نحكوا هنا على دو موا قبل فونكسيون لو با ديفيني هادو شنو يعني لولا وراها هي سيتي نو فونكسيون كومبوزي قبل على كومبي نو فونكسيون كومبوزي على دي اكس موندي ولينا ليميت نتاعها سي موان انفيني هذا نتصور جاوبتك على سؤالك يا نص تفضل سي محمد كمل باهي الماسو نعاود باهي خاطر هذه يعني ولا ما حاجه هو راهو ينجم واحد سي محمد هذا السؤال اللي نستنوا فيه من نداء قالت علاش ما نقولوش اون بوز جراند اكس؟ فوالا سي محمد هذا السؤال هذا باش نحكوا عليه ديجا تو قالت هيك باش نحكوا عليه تو هذه اللحظه هذا احنا ما نقولوش علاش باش نحكوا عليه شو جاي؟ هل مش نحكوا باش نجاوب هذا؟ ديجا في البرنامج مش نحكوا عليه نلاحظوا كيف سو فار دي ولا معك تعاود باش نقدروا على مين ولا مين كسكاري مستوى كسكاري مستوى يظهر لي واضح ان الفاكسيون هذه راح تحاول لي فوا سو فار دي فاكسيون كومبوزي اف اون جي avec G, X carré plus 3, ou F, LM, X, X. Lorsqu'on remplace sur X, sur F, donc on trouve notre fonction H. Je tape au cas où la limite de la fonction F en G, par le limite H de toujours. H est la limite de la L. Donc, limite, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est que LM de X carré plus 3 se joue sur X carré plus 3. هي نفس هذه الليميت لو في اكس كونفير بلس لانفيني نوتر فونكسيون هذه شو كتبتها توا كتبتها اف اون جي اف اون جي دو اكس وعندي التيوريم تاع الليميت تاع الفونكسيون اف اون جي دو اكس نبدو بالليميت تاع جي دو اكس نمشيو نحسبوا الليميت في وين في البلس لانفيني تاع الجي تاع جي دو اكس اللي هي اكس كاري بلس 3 اللي هي الليميت لو في اكس كونفير بلس لانفيني de x carré plus 3, et hier c'est ça, c'est-à-dire fonction polynôme, donc 2 degré 2, donc plus l'infini va tendre vers plus l'infini. Hein? Ou alors je vais faire ce que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et f, f et la ligne de x sur x, limite fait plus l'infini de la ligne de x sur x. اللي هي نعاود عندي في الكور موجودة هي طن فير قداش؟ طن فير زيرو دونك باش تعطيني تعطيني اللي ليميت بلس دو اكس طن فير بلس لانفيني دو ان دو اكس كاري بلس 3 سور اكس كاري بلس 3 ايجال زيرو وراو في البكالوريا راهو مطالبين بالتمشي هذا راهو يأكدوا على أن يجب نستعمل الليميت تاع الفونكسيون كومبوزي. بيت إجابة على سؤالك سي زياد بني إن دوزيام ميثود هو سؤال من التلميذ بالطبيعة. لا بيت سعيد. دوزيام ميثود يعني باش نحسبوا سيت ليميت ليميت بلس إكس طون فير بلس لانفيني دو هذه نعاودها ألان دو إكس كاري بلس 3 سور إكس كاري بلس 3. بون شوف اما شكون يخدم هنا بالشانجمون فاريون اللي هي يعني سيتي ميثود سيتي ميثود دو كالكول دو ليميت موجوده مستعملوها دونك في الشعب هو كومبوز شنو هو كومبوز باغ اكزومبل غرون اكس هي شنو هي اكس كاري بلس 3
اون با شونجي لو فاريابل اش معناها معناها الفاريابل دي تي اكس باش نعوضوا الفاريابل اون تي اكس وردوا بالنا لو سبورت نعمل شونجمون فاريابل لازم نشوفوا الفاريابل الجديده اللي هي طون فير كوا ولا شنو ينجم تبقى طون فير لو ميم ليميت باش تتبدل دونك لوسكو بيتي تي اكس طون فير بلوس لانفيني جراند اكس اللي هو اكس تاني بلوس 3 طون فير شنو طون فير بلوس لانفيني زي شنو Donc, nous avons limite avec notre nouvelle variable, nouveau variable, et la limite lorsque le grand X, on pose une variable de tâche noire, et je trouve que le premier variable tend vers quel est le nouveau variable tend vers quoi, mais je vais pas naître, de toute manière, je vais dire la race, je vais te mettre. Donc, lorsque le grand X tend vers plus l'infini, moi je vais aller, on est plus fort de variable ici. Ça met le x carré plus 3, le grand x, voilà le ln de x sur grand x, donc il y a sur grand x. Ou elle est un des fermes, hein, tu vois, elle fait court. Ln de x, c'est le plus infini, elle a c'est 0. Ben, remarque, il y a des blagues, moi j'ai voulu, elle est s. Donc tu vois, elle est s, je vois, elle est une petite remarque, 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 elle est une على خاطر في الباكيون يركزوا ديما على الكالكيل نتاع الليميت باستعمال التيوريم نتاع الفونكسيون كومبوزي ماهيش غلطه نجم نستعملوها لكن بالنسبه للوجوه وبالنسبه للريداكسيون ماتيماتيكمون ديما تبقى لا بريمير ميثود هي يعني هي اللي لازم نستعملها ان شاء الله فونكسيون كومبوزي طبعا ذكروا تلمذاتنا رانا مازلنا ما بديناش في الاكزرزيس رانا مازلنا نعملوا في ريفيزيون للفونكسيون الان خدمنا كالك اكزامبل كالك تيوريم مع سي محمد النايلي وشويه اخر ان شاء الله باش نبدو في الاكزرزيس بتاعنا اكزامبل كاهر بالله باش نماسكو باش كل مره باش نحاول ان نصعب شويه الديتري نتاع الليميت شفنا دونك الاكزامبل هذا باش ناخذ مثلا سيت ليميت limite lorsque x tend vers plus l'infini, même ln, hein, de ln de ma ln, ln de x, ma ln x plus 3 par exemple, sur x carré moins 5, pas d'un. Bon, je vais acheter l'aide, tu شبه شبه الليميت الاولى دونك هي سي فورما ديتيرميني هذه نجمو اون فيريفي تو سامبلومون اللي هي طون فير بلوس لانفيني ويكس كاري موان 5 بلوس لانفيني طون زاد فير بلوس لانفيني بون شو الفرق بين لو ميم اللي صرحناها توا واللي صرحناها توا شنو نسميها هي اكس كاري بلوس 3 هي كام؟ سير اكس كاري بلوس 3 دونك نفس الفالور اكس كاري بلوس 3 اكس كاري بلوس 3 عاونتني برشا وقت كي عملت الفونكسيون كومبوزي لهنا ثم اشكاليه شنو هي؟ ان مش نفس الفونكسيون دونك ثم بروبليم مثلا بالطبيعه هذه باش تكون موجوده برشا والتلميذ لازم بالطبيعه يعرف كيفاش يتخلص منها الفشله شنو هي؟ شنو هي؟ باش نحاولوا نزلوا شوي لهنا وقت تجينا حاجه كيما هيك الان دو اكس بلس 3 سور اكس كاري بلس 1 الان دو اكس سور فان دو اكس مش نفس الفونكسيون دونك التريك شنو هي؟ الفكرة أن نكتبوا ليميت لو إكس طون فير بلوس لانفيني، شو الفكرة شنو هي؟ باش نكتبوا ألان دو إكس بلوس 3 فوا بون، هذه إكس كاري موان 5 باش نبعدها شوي باش نبعدها شوي فوا إكس كاري موان 5 إي أون فان مولتيبلي لو نوميراتور و الديرميناتور بار شنو؟ بار إكس بلوس 3 إكس بلوس 3 بالطبيعة ما تبدل شيء هنا خاطر قلنا في قلنا ملتيبلي قلنا ديفيزي بار اكس بلس 3 3 شوف معايا هذه تقول لي ساعه هذه هي ليميت تاع فونكسيون راسيونيل في الانفيني دونك طون فير شنو ناخذ اكبر ديجري اللي هما شنو هما اكس سير اكس كاري هذا علاش اللي هي الليميت تاع اون سانس دي بار اكس ليميت دو ان سور اكس في البلس انفيني بالطبيعه اللي هي زي دونك هي طون فير زيرو هذا مش اشكالية وهذه نعملوا لها نفس الخدمة نتاع الفونكسيون هذه نفس الخدمة نبوز اف اون
الاكس كاريكوس هو الاكزامبل اللي بنستعمله يعني نستعمله مش مشكله. طبعا احنا في الخدمه تاع الخدمه تعطينا قديش كم فير؟ زيرو 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 فوز زيرو دونك كده زيرو زيرو يعني دونك سيت لي كم فير زي زيرو بيك اكزامبل اخر بس بيك كان كان مرمينا عشان برك ما نطولناش عليهم بيك شوف جاي شنو ناخذ حاجه من هيك ليميت لوس اكس كم فير plus l'infini de ln de bon, je suis en train de voir je suis en train de x carré plus 1 sur x voilà, sur x moins sur x plus 2 maintenant allez, je vous remercie نفس المشكلة, نفس الحكاية هذه هي l'envers quoi l'infini plus l'infini وهذا l'envers plus l'infini فارغ من ديتيرمين باك اذا كان نحاول نعمل نفس ال نفس ال الميثود بون باش تولي باش تولي ليميت في البلوس لانفيني باش نو قلنا باش نعملوا باش نخلوا الان من اكس كاري بلوس ان اكس بلوس 2 تمشي شويه جاي اكس بلوس 2 Et on multiplie par x carré plus 5, hein? Et on divise par x carré plus, plus 1. Bref, les étapes de calcul, là, maintenant, elle va attendre la chose aussi. Va attendre de faire 0. Bref, c'est la méthode de calcul. Ou là, il y a cette fonction rationnelle. Là, on va accorder x carré sur x. Il y a x. Il y a x, quand on va quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Quand on va plus l'infini. C'est pas la chose que je suis en train de faire pour déterminer. Ah, mais c'est pas le type de calcul que j'ai fait là. Je suis en train de faire 0 fois 0. Là, j'ai 0 fois l'infini. Donc, on a une forme indéterminée, il y a l'infini sur l'infini. Pas qu'on a une forme indéterminée. L'autre, 0 fois 0 fois l'infini. Je m'en ai. معناها الميثود هذه اللي نحكي عليها توا راهي ماهيش ديما ابليكابل معناها هذه راهي ما توصلش دونك شنو نعملوا هنا؟ باش نحاولوا نبدلوا الفكره، الفكره شنو هي في الحاله كيما هذه؟ ان شاء الله برك تكون واضحه الفكره بون اش نعمل وقت تكون يعني التريك دو كالكيل هذه ما تجيش معايا وقتها اللي قاعد شنو نعملوا؟ ندخل ليميت فور اكس انفير بلوس لانفيني de ln2 نجي لداخل الفونكسيون ln ونخرج اكبر دوغري اللي هي x كاري بلس 1 نخرجها اون فاكتور داخل اش تبقى؟ بلس 1 سو اكس كاري بلس 1 سو اكس كاري دور لي واضح هكا ولا؟ واضح نجي لداخل الفونكسيون ln ونخرج اكبر فالور اون فاكتور باكبر دوغري بلغه اخرى x كاري ولا x 1 ولا ln x اللي هو سير شنو هو؟ sur x plus 2 plus égale limite lorsque x tend vers plus l'infini et quand là on fait de la forme ln de x carré fois 1 plus 1 sur x carré elle est ln de a fois b il y a formé qui court aujourd'hui ln de a mais il y a quoi de ln de jour ln de x au carré là je ne sais pas oui bien sûr oui plus plus ln de chez moi de 1 plus 1 sur x au carré de tout sur x plus 2 plus 2. C'est quoi ça? Oui, tu as vu le fait que tu as parlé avec Mohamed, c'est Mohamed. Dans le monde, tu as cherché à faire une année de plus de 500 ans. Voilà. هذا باش نعطيه الرسمين بعد. امونه ايمان ان شاء الله ديما نحاولوا هيك. تابعوا معنا نحاولوا 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 ln de 1 plus 1 sur x au carré sur x plus 2. Vous comprenez?
باهي ما ننسوش اكس كون فال كوا بس لا ما نعوضوا في الثاني نخلي لو نرجع على الاولاد نفس اكس كون فال بلس لانفيني انس بلس لانفيني قداش؟ زيرو زيرو الان دوغان تبقى الان دوغان معناها قداش؟ زيرو زيرو واكس بلس لو كون فال بلس لانفيني كما حكينا بكري شويه زيرو سو لانفيني راهي ماهيش فورما ديتيرميني زيرو سو لانفينيش نعطيك زيرو زيرو دونك هذه كلها زيرو فاتوندو فازيو المشكلة هذا هذا شنو عم نشوف محمد نجم نهبطوا الديجري نتاع نتاع الاكس اللي نخرجوا صحيح هذا شنو عم نشوف كيما حكيت لك الدو هذه باش تعمل جيك تولي دو الان الاكس شنو هو سو اكس بلس دو لكن نجم المشكلة ديما قاعدة شنو عم نعمل كيما بيت اون ملتيبلي بار شنو بار اكس سو اكس وي اش تولي تولي اليمين لوست اكس كون فال بلس لانفيني الان دي اكس ماشي اشكاليه هنا تولي الان اكس اكس ناخذ هذا على هذه خاطر برودوي يعني كومبيتاتيف مش مشكله فوا هذه على هذه فوا اكس سو اكس بلس 2 اللي نتيحوا في الاكزامبل 4 احنا هذا في البلس لانفيني كون فال شنو كون فال 0 وهذه كون فال خاطرها راسو هاز اكبر ديجري اكس اكس ان فوا زيرو دونك قداش زيرو دونك هاد كون فال زيرو هاد كون فال زيرو زيرو بلس زيرو سي زيرو زيرو دونك ديما ردوا بالنا في الحالات هذه نجم نفصل منها أنا سي محمد اللي كان ينجم التلميذ يلاحظ اللي راهو الديجري نتاع البولينوم في الدينومينيتور كيف يكون أصغر من الديجري نتاع البولينوم في الآلام وقتها نخدموا بالميثود الأخرانية بالكل هذا. صحيح وهذه هي الضربات اللي عندي هنا. أنا الديجري مش تابع معنا. تابع معنا يا أمونة أمونة إيمان تابع معنا. مع سي محمد باش يعطينا ريزيمي تو. معناها لازم نجم نسمجوا حاجه كما كان تحكوا الريزيمي بشي زياد في الكاش الاول معناها كي يكون عندي ليميت لوت اكس كونفير بلس لافيني دو الان ال اكس سو ال اكس وقتها ما فماش مشكله باش نعملوا؟ باش نعملوا؟ باش نعملوا؟ المشكله اذا كان يكون هذه مش نفسها ال اكس وهذه في دي اكس فيد اكس بنكون بالضروره هذا يكون بولينوم هذا يكون بولينوم وهذا حكي يكون بولي بولينوم كما نعرف مثلا اكس ك... اكس بلس 3 اكس ك بلس 5 مش مشكل سيدي بولينوم بولينوم وقتاش نعرف ان الميثود الاولى توصلني ولا ما توصلنيش كما حكينا بكري غادي دونك هي سي الديجري تاع البولينوم بي ديجري تاع الاي ام فريور رجع مش حتى قال عادي الديجري تاع الفي وقتها اون اوتيليز اون ملتيبي اون فار لا سيميير لا بريمير ميثود اللي هي نعاود نذكر شيء في الميثود اون ملتيبي اون ملتيبي اون ملتيبي اون اكس وإذا كان الديجري نتاع الفي الاي سوبيريور على فكرة راهو نجم نحكوا على الديجري إلا في الكار تاع بولينوم بولينوم بيان سور الديجري نتاع الاي سوبيريور على الديجري نتاع الفي وقتها يلزمنا شنو وقتها؟ نخرجوا الحاجة داخل الألام هذه نخرجوا فيها أكبر ديجري أون فاكتور ونطبقوا الفورمين الان دو ا بلس الان دو بي وتمشي معاها الحكايه اللي رجع اسمي رجع اللحظه هذي حاب نجي نفسرها على يعني تعبت برشا اليوم سيدي على زيكزامبل علاش انا مشيت معايا الاول اللي فيها هذيا على خاطر الدوغري تاع اكس بلس 3 استم بولينوم دوغري ا ودوغري 2 دوغري تاع الحاجه في الان اصغر من هذي بينما في الاكزامبل الثاني وحتى بالعاني هذا اكس بري هنا علاش باش تكون يعني واضحه الحكايه خاطر الديجري نتاع اكس كان بلس 1 سوبيريور او ديجري اكس بلس 2 هذاك علاش الحاله هذه الميثود نتاع يعني انا سي محمد كان جاتنا مثلا اكس بويسون 5 نعملوا اكس بويسون 5 كون فاكتور في نتاع في الان هذاك اكبر اكبر يعني لو تيرم
بيرد كريم فاكتور بيخرج البرد. لا بريك لا كذا ونعود نذكر رابط إي والفيسون في البولينوما ممش فانكسيون راسين بالإكزام ولا كذا سان فانكسيون راديكال سان دي بولي دي بولينوما هيك أنا أستطيع ما أقوله دكتور يا زلمة بيكونوا سان دي بولينوما ده من أحكوا عندي كده نعم إذا كان الدجرين الإي والفيسون سان دي بولينوما سيد الدجرين بتاع الإي انفيرير قاعد تقدر انت على الفي وقتها اوميلتبلي اون ديفيز بار اي اكس ونخرج الميثود اللي حكينا عليها سي ديجري بتاع الاي سوبرير وقاعد سوبرير ستريكت مون الميثود سامحوني سوبرير ستريكت مون حتى الكارت على كاش لعب على الدنيا كارت سي ديجري بتاع الاي سوبرير ستريكت مون ديجري الفي وقتها نخرج اكبر تيرم في الاي اون فاكتور ونقسم كل شيء قولنا سو لا فورم الان دا اف و بي اللي هي الان دا ا بلس الان دا بي سير بولينوم انا بعطيك نقسمهم على زوز زي ما شفنا في الاكزامبل اللي مرس صح هي في الجنرال هذه كيفاش هي اذا كان عندنا الان دا اس و بي شوفوا الديجري بتاع ال ا اللي كان سطوينو مع عارض سون دو بولينوم الديجري بتاع ال ا اصغر من دي ولا ا ولا اصغر او هو ايكال دونك وقت نضرب في ا سور ا سور ا وبتاخذ هذا على هذه وهذا على هذه تقوم بنفس المشكله اذا كان الديجري بتاع ال ا اصغر الاكبر من الديجري بتاع البريد مش معايا مش نعمل وقتها نخرجوا البولينوم هذا نخرجوا فيه اكبر ديجري ونظر لي واضح شو واضح واضح اخر حاجه اخر صمت بالله قلت له يعني وقت نقول وراه هو زوز بولينوم اكيد باش كان باش يتسالوا يقولوا وين كان زوز بولينوم قلت له مش كده باش نشوفوا اكزومبل ساعه وقت يكون اكزومبل 6 اكزومبل 6 وقت يكون الفانكسيون الاي والفين ما همش بولينوم واحدة منهم مش بولينوم مثلا بميتو لورس اكس طن فير بلس لانفيني دو ال ان دو شوفوا معايا بيها هنا مش نحاول ناخذ الصمت اللي يمشي معاها هنا ال ان مثلا دو اكس بلس راسين دو اكس كاري بلس دو مثلا سير اكس ايوا شوف هذه هذيك لا فورم الان بتزيد اكس سير في لكن مش هنا احنا ما عندناش بولينوم شاف في الحاله هذه في الحاله هذه بدون ميثود اللي بنحكي عليه مش مزبوط يكونوا ف فلو ليش ما يمشي مزبوط تضرب فوا اكس سير اكس تضرب فوا اكس هذه والا تخرج شنو ليميت في بلس لانفيني ليميت هي المرحله سميها لي الفونكسيون الحاله هذه معتمده اكثر شنو وين انا نخرجوا عندنا اكس بلس طب نخرجوا اكس كاري هذه التكنيك دي كالكول اللي عرفوها عندنا برشا في التوازيام هذه نخرجوا اكس كاري داخل الفاكتور وتخرج برا شوية تولي فالور شنو فالور شنو تولي دونك فالور شنو اكس فوا راسين دو اكس كاري وطبيعي تخرج اكس كاري وفاكتور داخل الاطفال معناها كان في الانفيني معناها اذا كان عدد في الدو ولا في التروا ولا في الكات تبدل يعني تمشي عادي تمشي عادي ما عندهمش تمشي عادي طلع هي اما احنا نسحقها في الانفيني تسعه في الانفيني نحكي عليها تعطينا فورمه هذه يعني هذه بحرب اذا كان واحد يقعد نعتبر باش نحكي فيها لكن احنا نركزوا على شو على ليميت ليميت ديكالكيت اللي متواجدين اكثر من غيرهم في الزيكزاك نرجع لهنا هذه الفورم ليميت هذه الان دي اكس سور في دي اكس فانكسيون فورم ديترمينيه سي سي دي كولا لا في ليميت لا سي دي دونك شنو نعمل باش نحاول نخرج اكس اون فاكتور هنا لكن قبل ما نخرج اكس اون فاكتور خرج اكس اون كاري داخل اون فاكتور داخل الاسين كي تخرج برا تخرج اون فاكتور ابسوليت وبحكم مثلا في التسلسل الاستفينيه تحت الابسوليت اكس هكا ولا دونك تولي ليميت في
في البلوس لافيني دو شوف معناه الام دو عندي اكس اكس نخرج اكس اون فاكتور اش تبقى؟ بلوس راسين دو ان بلوس دو سور اكس وكاري سور اكس ايجال هذه على فكره كيف تصير بالضبط ايجال ليميت لوغ اكس فانتر بلوس لافيني هذه هي لا فورم الان دو ا فوا بي دونك شنو الان دي اكس بلس الان دو ان بلس راسين اكس بلس الان دو ان بلس ان بلس راسين دو ان بلس دو سيكس ان بلس دو سيكس كاري تو سيور سيور اكس بعد نحسب بعد كل ليميت في البلس لافيني دو شنو انا عندي حاجه قسمها الان دي اكس بلس ولا اكس الان دي اكس سوي اكس بلس الان الان دو ان بلس راسين دو ان بلس دو سو اكس كاري سور اكس هذه هي سميت لي طون فاز زيرو هكا ولا قاعده في الكوب حاضره وهذا هي اللي كان نحاول نعاود بالبلس لافيني دير سو اكس الان دو دونك دو هل طون فاز زيرو زيرو ان تبقى الان دو ان بلس ان دو الان دو دو سور لافيني لافيني قال زيرو عدد على في طنفر زيرو زيرو بلس زيرو دونك قال زيرو دونك هذا فيما يخص يعني أغلبية التريك دو كالكول اللي نجم يكونوا موجودين في ليميت دي فونكسيون الان دو اون اكس يعطيك الصحة سي محمد كانت ريفيزيون للفونكسيون الان كالك اكزامبل في الليميت باش ما نطولوش عليكم باش نصلحوا احنا طبعا الاكزرسيس نتاعنا دونك الفيديو هذا باش نحبسوه هنا باش يكون جست نبدلوا له حتى العنوان يكون ريفيزيون للفونكسيون الان وبعد 10 دقائق نرجعوا باش نصلحوا الاكزرسيس دونك ابقوا معنا لحظات ونرجعوا نصلحوا الاكزرسيس بيان سور اللي كنا باش نصلحوه باك سيونس 2019